بعد خطاب المسيرة للنجوم جات يحمل عدة رسائل، رسائل مهمة جدا. أولا أنه المغرب ما زال طبعا مد يديه للحوار حول إيجاد واحد الحال، واحد الحل اللي هو اللي يكون واقعي ونهائي ومناسب للنزاع المفتتح حول قضية الأقاليم الجنوبية. والحد اللي كنعتبره حنا الأقصى لهذا الحل وهو الحكم الذاتي والمقترح اللي قدموه المغرب، واللي تنتمناو ان شاء الله انه جميع الفاعلين انهم يتفاعلوا معه. اللي جاء مرافق لهذه الكلمه هذه انه المغرب طبعا خصو يستمر في المسيره التنمويه ديالو، والمسيره التنمويه ديال المغرب ما يمكنلاش تمشي الا عبر جهويه متقدمه اللي يستافد جميع الجهات من ثروات ويستافدوا من التنميه اللي تعرفها المغرب على العموم. وركز صاحب الجلاله طبعا على الجهات الاقاليم الجنوبيه اللي هي بوابه ديال افريقيا، وركز على الجهه ديال سوس مساكا اليوم كجهه اللي هي اليوم وسط المغرب. وهذا تيجي تنتمنى على انه يكون واحد الحافز للحكومه انها تفعل لا تمركز وتفعل وتكون عندها الاراده السياسيه اللي باش يمكن لها تنقل لبعض السلطات من المركز الى الجهات، وانها تفعل الاستثمارات في هذه الجهه وتفعل البرامج التنمويه للجهات. لان اليوم تنشوفوا انه الحكومه اليوم لحد الساعه عاجزه على انها تقدم هذا الفعل. طبعا النقطه الاساسيه وهو انه هذه عقيده عند المغاربه كاملين، لان مسطره في الدستور وعقيده منذ الاستقلال على انه لا ماهده للتنميه للشعب ديالنا الشعوب ديالنا المغاربيه بدون بناء مغرب عبر بكبير. واليوم صاحب الجلاله تنحييه مره اخرى على انه تاكد عليها، وانه تفتح اولا عاوتاني نداء للشعوب المغاربيه على انها تلتحق بهذه الفكره الكبيره والاساسيه والمهمه، لانه ماشي غير حنا كمغاربين محتاجين لهذا الفضاء المغرب العربي الكبير، ولكن محتاجينه ايضا شعوب اخرى صديقه، طبعا كافريقيا والشعوب العربيه واوروبا محتاجين لواحد الشريك اللي يكون عنده واحد المصداقيه اللي هو الشريك المغاربي. تنتمناو على انه هذه المبادره عاوتاني تلقى اذان صاغيه، والحمد لله هناك تنشوفوا واحد التحولات اليوم.